ذكرنا وجوه أربعة أساسية فيما يتعلق بكيفية الجمع بين الروايات التي أوجبت الزكاة في 9 وما زاد على 9. نعم، كان هناك وجه خامس، وهو الوجه الأول الذي أشرنا إليه، وهو الذي نقلناه عن يونس بن عبد الرحمن، ولكنه قلنا أنه لم يعتني به أحد من الأعلام، وإنما الذي اعتمد عليه الأعلام في الجمع هي هذه الوجوه الأربعة: الوجه الأول الاستحباب، الوجه الثاني التقية، الوجه الثالث هو أن الموضوعات متغيرة من زمان إلى زمان آخر، وهو ما ذكرناه عن بعض المعاصرين. الوجه الرابع وهو الوجه المختار الذي أشرنا إليه، وهو أن التغير ليس في موضوع الحكم الشرعي، وإنما الموضوع ثابت وهو المال، خذ من أموالهم صدقة، وإنما الاختلاف والتعدد إنما هو بحسب المصاديق لا بحسب الموضوعات. وهذا الذي أشرنا إليه، قلنا أنه تترتب عليه آثار أساسية في عملية الاجتهاد، فإنه بناء على الوجه الأول والثاني بحسب هذا التقسيم الرباعي للخماسي، فإنه على الأول والثاني يوجد تعارض بين الروايات التي دلت أن الزكاة في 9، والروايات التي قالت أن الزكاة في أزيد من 9، ومن هنا صاروا بصدد حل هذا التعارض، إما بحمل ما زاد على الاستحباب أو بحمله على ماذا؟ على التقية. أما بناء على الوجهين الأخيرين، يعني الثالث والرابع، فأساسا لا يوجد هناك تعارض بين النصوص بين الروايات حتى نبحث عن وجه جمع ما بينهما، وإنما الروايات التي تحدثت عن 9 مرتبطة بزمان، والروايات التي زادت على 9 مرتبطة بزمان آخر. ولكنه مع الأخذ بعين الاعتبار هذه النكتة، وهو أنه في الوجه الثالث قال الموضوع تغير من زمان إلى زمان آخر، أما في الوجه الرابع لا، الموضوع ثابت، ولكن الذي تغير هو مصاديق الموضوع من زمان إلى زمان آخر. ومن هنا انتهينا إلى نتائج متعددة أشرنا إليها بالأمس، ووقفنا عند هذه النقطة التي اعتبرها البعض أنها ثقيلة، بعض الإخوة، وهو أنه كيف تقولون بأنه لا يعد الفقيه فقيها إلا إذا عرف ماذا؟ زمان صدور الرواية. كثير الآن من فقهائنا يفتون ولا يعرفون ماذا؟ ولا يعرفون زمان صدور الرواية، يعني لا يأخذونها بعين الاعتبار، مو لا يعرفون يعني لا يعلمون، يعني لا يأخذون زمان صدور الرواية بعين الاعتبار في مقام ماذا؟ في مقام استنباط الحكم الشرعي. الجواب أن هذا هو اقتضاء المنهج، فإن اقتضاءات المنهج تختلف من منهج إلى منهج آخر. يعني لو فرضنا أننا بنينا على مباني سيدنا الأستاذ السيد الخوئي قدس الله نفسه فيما يتعلق بضرورة أخذ علم الرجال في عملية الاستنباط، وأنه أصل من الأصول في عملية الاستنباط كما قرأنا من التنقيح. خب، من لا يعرف علم الرجال بعد عند السيد الخوئي هو مجتهد أو ليس بمجتهد؟ لا، ليس بمجتهد. لماذا؟ باعتبار أنه يرى أن علم الرجال يعد واحدا من أهم الأسس في عملية الاستنباط،
فمن لم يقف على هذا المنهج أو على هذا الباب فإنه ليس بمجتهد. نحن أيضا نعتقد بأنه في منهجنا أن الزمان والمكان وظروف وشروط صدور الرواية له مدخلية في فهم ماذا؟ في فهم الحكم الشرعي، في فهم متعلق الحكم الشرعي، في فهم موضوع الحكم الشرعي، في فهم مصاديق المتعلق ماذا؟ والموضوع. وإذا كان هذا المنهج تاما كما هو تام عندنا، وبطبيعة الحال من لم يلتفت إلى هذا المنهج نقول أنه مجتهد أو ليس بمجتهد؟ نقول لا، ليس بمجتهد، ليس بمجتهد على هذا المبنى، على هذه المدرسة، على هذا المنهج، لا أنه ليس بمجتهد ماذا ولو على مبانيه التي يعتقد بها. لذا افتحوا لي هنا فرع مولانا، فرع فقهي. ولذا أنا أعتقد أن هذا البحث المطروح في الرسائل العملية، وأنه يجب تقليد الأعلم، والناس أيضا يذهبون إلى أهل الخبرة فيسألون أين الأعلم، من هو الأعلم، أساسا هذا السؤال في نفسه خطأ، هذا السؤال خطأ قبل أن نبحث عن المصادق. لماذا؟ لأنه لابد أن نسأل اللي يسأل الأعلم، الأعلم على أي منهج، الأعلم على أي مدرسة. على سبيل المثال أضرب لكم، أصولي عندنا وأخباري عندنا، أليس هكذا؟ وعندما نسأل الأعلم، أعلم على يا منهج، على المنهج الأصولي وعلى المنهج الأخباري. ومن الواضح بأنه إذا أنت سألت عن الأعلم لابد إما أن تسأل بهذا الاتجاه أو تسأل بذاك الاتجاه، فقد يكون أعلم على المنهج والمدرسة الأخبارية. الأصولي يعتبر هذا أعلم ولا يعتبر أعلم، يقول أصلا مو مجتهد هذا. والعكس بالعكس، الأخباري يرى الأصولي أساسا مجتهد في مدرسة أهل البيت، لو متأثر بمدرسة السنة والصحابة مولانا، يقول هذول متأثرين بذيك المدرسة، أساساً مو مجتهدين هذول، هذول السنة مولانا. إذن إخواني الأعزاء، وهكذا عندما تأتون في المدرسة ماذا؟ في المدرسة الأصولية، في الاتجاه الأصولي، داخل الاتجاه الأصولي توجد عندنا ماذا؟ مدارس متعددة. المدارس المتعددة، هذا منهج على سبيل المثال متأثر بالمرزا النائيني، هذا متأثر بالمحقق الأصفهاني، ذاك متأثر بسيد الصدر، هذا إذن ينبغي في الرتبة السابقة أن نعين الأعلم ونعين متعلق الأعلم في ماذا، مو أنه مطلقا من هو الأعلم. وقد أنت في على مدرستك تقول هذا هو الأعلم، وأنا أقول هذا أساسا ليس ماذا، ليس بمجتهد، لأن المباني الصحيحة يلتفت إليها أو لا يلتفت إليها. ولذا قرأنا، أنا بعد ما قدرت أجيب وياي الكتاب، قرأنا إذا تتذكرون في أول هذه الأبحاث أن السيد الحائري، سيد كاظم الحائري الله يحفظه ويعافيه، سيد كاظم الحائري يقول بأنه السيد الشهيد قال لي إذا حضرت عندي 5 سنوات أصير شنو؟ تكون مجتهد. فبعد أن انتهت 5 سنوات رحت بخدمة السيد قلت له انتهت 5 سنوات ولم يحصل الاجتهاد، قال نعم أنت الآن مجتهد على المدرسة العامة في النجف، أما على مستوى هذه الأبحاث فيحتاج لك وقت آخر، لأن هذا فد منهج وذاك ماذا؟ منهج آخر، هذه مدرسة وتلك ماذا؟ هسه لا تقول لي سيدنا هذيك أدق، أنا ماذا أتكلم الآن أيهما أدق أيهما أصح أيهما أحق، لا لا، أقول هذا منهج وهذا ماذا؟ وهذا منهج آخر. ونصف علم الأصول تغير على يد السيد الصدر عندما أنكر قاعدة قبح العقاب ماذا؟ بلا بيان. فستقول لي مو من حقه، قل جيد جدا، إذا على مبنى السيد الصدر إذا واحد لم يلتفت إلى هذه النكتة سيد الصدر بعد يراه مجتهد أو لا يراه مجتهد؟ يقول ليس بمجتهد. إذا إخواني الأعزاء، هذا السؤال أساسا فالسؤال هو هواية هماتي أنا ما أدري، بلا محتوى طبعا، يكون بلا محتوى عملي، ها ولا محتوى نظري قد يكون فيه، بلا محتوى عملي. فلعم الأغلب انتم تشوفون يقولون الأعلم، ولكن في كل زمان عموم الناس يقلدون شخص واحد ويقلدون 5 و10 و15 مولانا، هذا يكشف لك على أنه ذيك المسألة بها بعد عملي أو لا يوجد فيها بعد عملي، بدليل أن الناس يقلدون 10 نفرات و15 نفر، هسه هذا يسأل مجموعة، ذاك يسأل مجموعة، إلى آخره. نرجع إلى بحثنا. إذن إخواني الأعزاء، عندما أنا قلت بأنه لا أعده فقيهاً بهذا المعنى، بالمعنى الذي أنا أعتقده في منهج استنباط الحكم الشرعي،
من ركائز هذا المنهج إخواني ومن ركائز هذا المبنى الذي أنا أدعو إليه هو أن الفقه إخواني الأعزاء أن الفقه ليس لأجل الفقه، الفقه ليس لأجل التحقيق في الفقه، ليس الفقه علما يكون العلم لأجل العلم أبدا، الفقه إنما هو لإدارة ماذا؟ لإدارة الحياة، الفقه لتأمين احتياجات الناس، الفقه لبيان الحلال والحرام في حياة الناس، لأنه هذه هي الطريقة التي بها يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى، هذا هو الطريق الذي يوصلهم. أما الفقه الذي هو يبتعد عن حياة الناس، أنا هذا الفقه لا أراه أصلا له قيمة أساسا. الفقه ليس الفقه كالعقائد أنه أساسا نفس القضية العلمية في العقائد لها ماذا؟ لها قيمة. العلم بالله سبحانه وتعالى مو لأجل العمل، وإن كان يكون في علمكم، وإن كان أكو جملة من النظريات منهم سيد الصدر رحمة الله تعالى عليه يقول حتى العقائد أيضا لأجل ماذا؟ لأجل الأمور الاجتماعية لتنظيم الحياة. أنتوا اقرأوا كتاب اقتصادنا، اقرأوا كتاب فلسفتنا بشكل واضح. ومن أهم من كتب في هذا المجال الإخوة إذا عندهم وقت يطالعوه كتاب هواي مفيد هواي نافع أيضا ولكنه كبير جدا في 5 مجلدات من العقيدة إلى الثورة، 5 مجلدات هذا الكتاب مولانا حاول أن يعطي الآثار والنتائج الاجتماعية المترتبة على ماذا؟ على الأمور العقدية، وأن الأمور العقدية ليست هكذا منقطعة عن الحياة ماذا؟ عن الحياة الاجتماعية على أي الأحوال. تأييدا لمطلبنا اللي احنا نقولنا بأنه أساسا دائما الفقه يراد به ماذا؟ إدارة الحياة، تدبير الحياة، نظم الحياة إلى غير ذلك. رواية قيمة عن الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام، وفي ذيلها أيضا توجد بعض النكات. أنا راح أقرأ الرواية وهي طويلة، رواية واردة في بحار الأنوار المجلد 6 بهاي بحسب طبعة 110 مجلدات مؤسسة الوفاء. هناك في باب علل الشرائع والأحكام يعني كتاب العدل والمعاد الفصل 2 ما ورد من ذلك برواية ابن سنان باب علل الشرائع والأحكام. الرواية عن ابن محمد عن محمد ابن سنان، هسه اللي عندهم مشكلة في محمد ابن سنان عندهم، ولكن احنا ما عندنا مشكلة في محمد ابن سنان ونراه من الأجلاء خلافا لما يقال. عن محمد ابن سنان عن أبا الحسن علي بن موسى الرضا كتب إليه بما في هذا الكتاب جواب كتابه يسأله عنه: جاءني كتابك تذكر أن بعض أهل القبلة، يظهر أن هذه المسألة كانت محل الكلام والنقض والإبرام والبحث في ذلك الزمان اللي سأقرأها، وهي مسألتنا أيضا في زماننا. قال: تذكر أن بعض القبلة يزعم أن الله تبارك وتعالى لم يحل شيئا ولم يحرمه لعلة أكثر من التعبد لعباده. هاي نظرية منه؟ نظرية الأشاعرة اللي ينسب إليهم، أن هؤلاء يقولون ليست الأحكام الحلال والحرام تابع للمصالح والمفاسد، وإنما ما الحلال ما أحله الله والحرام ماذا؟ ما أحرمه، وأن الله سبحانه وتعالى ما بيعلة، وإنما يريد أن يمتحن ماذا؟ عباده للإنقياد للطاعة، هذا الذي ذكرناه في بعض العبادات أنه كذا. قلنا وأن هذا المسلك لا نقبله، أين لا نقبله؟ في المعاملات بالمعنى الأعم. الإمام سلام الله عليه يناقش هذه النظرية، يقول: يزعم أن الله تبارك وتعالى لم يحل شيئا ولم يحرمه لعلة أكثر من التعبد لعباده، قد ضل من قال ذلك ضلالا بعيدا وخسر خسرانا مبينا، لأنه لو كان كذلك لكان جائزا أن يستعبدهم بتحليل ما حرم وتحريم ما أحل. ما الفرق إذا كان الهدف هو الإنقياد والطاعة والعبودية ولا توجد هناك حكمة وعلة ومصالح واقعية وراء الأمر والنهي؟ قل: أمكن أن يعكس، كما أمر بالصلاة كان يمكنه أن يحرم ماذا؟
يحرم الصلاة كما أمر بالصوم، كان يمكن ماذا أن ينهى ماذا عن الصوم، وهذا يتحقق به الانقياد، وذاك يتحقق به ماذا الانقياد، وخسر خسرانا مبينا، لأنه لو كان كذلك لكان جائزا أن يستعبدهم بتحليل ما حرم وتحريم ما أحل، حتى يستعبدهم بترك الصلاة والصيام وأعمال البر كلها. ما الفرق بينهما؟ التعبد حاصل بهذا وحاصل ماذا بذاك. ولذا احنا مرارا ذكرنا انه لا نقبل نظرية انه اهل البيت او النبي وضعها في 9 او ما زاد، هذه امور ماذا امور تعبدية هكذا شاء، لا ليس الامر كذلك، فيها ابعاد مرتبطة بالحياة الاجتماعية. قال والانكار له ولرسله وكتبه والجحود بالزنا، والجحود بالزنا والسرقة وتحريم ذوات المحارم وما أشبه ذلك من الأمور التي فيها، التفتوا إلى النص، من الأمور التي فيها فساد التدبير وفناء الخلق. إذن هذه كلها إنما أمر ونهى لأجل ماذا؟ لأجل صلاح التدبير وصلاح ماذا؟ وصلاح الخلق لإدارة حياتهم. حياتهم بهذه الطريقة تدار، لا بهذه الطريقة، لنظم حياتهم، مو قضايا تعبدية. إذ العلة في التحريم والتحليل التعبد لا غيره، فكان كما أبطل الله عز وجل به قول من قال ذلك: إنا وجدنا كل ما أحل الله تبارك وتعالى. بس الإمام ده يستدل: ففيه صلاح العباد وبقاؤهم، ولهم إليه الحاجة التي لا يستغنون عنها. ووجدنا، يعني هذه قضية استقرائية، الإمام يقول عندما نستقرأ نجد أن كل ما أمر به ففيه ماذا؟ صلاح العباد، وكل ما نهى عنه لا حاجة للعباد إليه، ووجدناه مفسدا داعيا إلى الفناء والهلاك. ثم رأينا تبارك وتعالى، محل الشاهد، خلوا ذهنكم يمي هسه الآن، هاي القاعدة العامة. إذن الأمور التي بينها إلا ما ثبت ماذا؟ أنه لأجل الانقياد والطاعة، إلا ما ثبت. الأصل فيها ماذا؟ لأجل تدبير حياة الناس. ثم وهذا الذي لأجل تدبير حياة الناس ثابت لو متغير، يصرح الإمام سلام الله عليه، وهي النظرية اللي أنا دائر أقولها، يصرح الإمام سلام الله عليه أنه تابع للزمان ماذا؟ للأزمة المختلفة. أقرأ العبارة: ثم رأينا تبارك وتعالى قد أحل بعض ما حرم في وقت الحاجة لما فيه من الصلاح في ذلك الوقت، نظير ما أحل نظير، مو أنه هذه فقط، هذا التنظير. الإمام يضرب مثال، مو تقول لي بأنه بل إحنا نقبل في باب الإضطرار كذلك، لا، نظير هذا، هذا مثال، نظير ما أحل الله من الميتة والدم ولحم الخنزير إذا اضطر إليه المضطر لما في ذلك الوقت من الصلاح والعصم ودفع الموت. فكيف دل الدليل على أنه لم يحل إلا لما فيه من المصلحة للأبدان، وحرم ما حرم لما فيه من الفساد، وكذلك وصف في كتابه وأدت عنه رسله وحججه، كما قال أبو عبد الله الصادق: لو يعلم العباد كيف كان بدء الخلق ما اختلف اثنان. هذا النص خلوه الآن وقت شرحه. وقوله، التفت جيدا، هذا النص الأساسي اللي يقوله الإمام الرضا، وقوله عليه السلام، يعني قول الإمام الصادق، الإمام الرضا ده ينقل عن الإمام الصادق: ليس بين الحلال والحرام إلا شيء يسير. هذا الشيء الأسير مرة ينقل الحلال يسويه حرام، ومرة ينقله إلى ماذا؟ ها؟ الحرام يسوي شنو؟ حلال. يحوله من شيء إلى شيء فيصير حلالا وحرام. هسه التفتوا أن العلامة المجلسي كيف يعلق على هذا المقطع من كلام من؟ من كلام الإمام الصادق. يقول أما قوله عليه السلام يحوله من شيء إلى شيء، أي اختلاف الأحوال والأوقات والأزمان يوجب التغير الحكم. هسه تقول لي سيدنا هذا بالضرورة دي يشير إلى نظرك، لا لا لا، أنا الآن أتكلم في الكبرى، أنا أقول الكبرى كانت موجودة في كلمات علمائنا. نعم اختلفنا في بعض ماذا؟
في بعض الصغريات هم قالوا هذه لا تتغير، نحن نقول ماذا؟ تتغير. إذن البحث الكبروي موجود في كلمات الأعلام، ولذا احنا قلنا أنه أساسا الزكاة موضوعها ثابت، ولكن هم تصوروا أن موضوع الزكاة هذه التسعة، مع أنه بالدليل احنا أقمنا الدليل على أنه موضوعها ماذا؟ ليس هذه التسعة، وإنما موضوعه المال. قال يتغير الحكم لتبدل الحكمة كحرمة الميتة في حال الاختيار وكحرمة الأجنبية بدون الصيغة، فظهر أن دقائق الحكم مرعية، إلى آخر الكلام. جيد، الآن النتائج التي انتهينا إليها إلى الآن، خلوا ذهنكم يمي، إلى هنا انتهينا إلى عدة نتائج، وهذه مصادق تقدمت ولكنه أنا من باب الإشارة أشير إليها. أولا تبين لنا أنه أساسا أن موضوع الحكم الشرعي بحسب الاصطلاح في قبال المتعلق وفي قبال موضوع التكليف بالبيان الذي تقدم مرارا، أن موضوع الحكم الشرعي تابع للزمان ماذا؟ والمكان، لا أقل في الإلهيات، أقول في العبادات في المعاملات بالمعنى الأعم. هذا أول، خلي ذهنكم. ثانياً، متعلق الحكم الشرعي أيضا ماذا؟ يتغير بتغير الزمان والمكان. ثلاثة، مصاديق الموضوع والمتعلق أيضا تتغير بتغير الزمان والمكان. الآن نحن إلى الآن فقط ضربنا مثال لأي شيء في بحث الزكاة، في الوجه الثالث كان مثال لتغير الموضوع، في الوجه الرابع كان مثال لتغير ماذا؟ مصاديق الموضوع. وهنا يأتي السؤال من باب المثال، ها ولا البحث الفقهي لعله إن شاء الله نوفق أن نشير إليه، من باب المثال، في المتعلق ومصاديق المتعلق ما هي أمثلته؟ فيما يتعلق بالمتعلق ومصاديق المتعلق، على سبيل المثال يحرم الغناء أو يحرم الموسيقى، مو سماع الموسيقى، مو الاستماع، مو يحرم استماع الغناء، إذا قلنا يحرم استماع الغناء أو يحرم استماع الموسيقى، الغناء والموسيقى ما يكون متعلق، يكون ماذا؟ يكون موضوع الحكم الشرعي. الآن حديثنا احنا ماذا؟ في المتعلق لا في الموضوع. خب الموسيقى مولانا حرام لو محرم؟ وقعا انت لابد تبحث بأن الأدلة التي حرمت الموسيقى، الأدلة التي حرمت الغناء هذه مطلقة، لو أنها مرتبطة بشرائط خاصة أي منهم. أضرب لك مثال، سيد السبزواري قدس الله نفسه في مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام في المجلد 16، هذه عبارته في صفحة 160، يقول فرع مقتضى الأصل حلية الموسيقى. هاي هواي بعد تروح الفضائيات، هاي بعض الفضائيات اللي إلى الآن مولانا عايشة مولانا القرون الوسطى، عرفت شو مقتضى الأصل؟ طبعا على المبنى لعلهم مقلدين الناس إلى الآن يرون أن الأصل في الموسيقى ماذا، أنا دا أتكلم على هذا المبنى لا سمح الله، لا يصير إهانة لأحد. مقتضى الأصل حلية الموسيقى الذي يترتب عليه غرض صحيح عقلائي. عجيب، شنو احنا عندنا موسيقى يترتب عليه غرض عقلائي؟ قل نعم، هواي من اقسام الموسيقى تترتب عليها اغراض عقلائية ماذا؟ صحيحة. قديما وحديثا مولانا في الحروب مولانا، في غير الحروب مولانا، اساسا كانت تبدأ وتنتهي من خلال ماذا؟ هسه من خلال مو هالموسيقى المتعارفة، من خلال نحو آخر من الموسيقى، من خلال ضرب آخر، من خلال الضرب على الطنبور مولانا، شيء الذي يكون فليكون، المهم هو نحو ماذا؟ من الموسيقى. يقول غرض صحيح عقلائي غير منهي عنه شرعا، كالذي يكون لشعار الدولة. في النتيجة الدولة إلها شعار لو ما إلها شعار، فالآن متعارف لا يمكن دولة لا يكون لها ماذا؟ شعار رسمي. كالذي يكون لشعار الدولة وما يكون لتحريض الجيش وإلى غير ذلك مما لم ينهى عنه في الشرع،
إن لم يترتب عليه مفسدة أخرى، وهذا يصير عنوان ثانوي. ولو تردد الموسيقى بين كونه من قسم المحلل اللي أشار إلى بعض مصادقه أو المحرم لا بأس به. لماذا؟ للأصل البراءة باعتبار شك في التكليف وأنه حرام أو ليس بحرام. للأصل نعم، الأدلة التي دلت عندنا على حرمة الموسيقى، وأما الخلاعيات في الإذاعة والتلفاز فلا ريب في الحرمة لما عرفت سابقا، لأنه أساسا هناك أنواع من الموسيقى لا تستعمل إلا في مجالس ماذا؟ إلا في مجالس اللهو واللعب وغير ذلك. الأدلة دلت على هذا الحرم. سؤال، إذا هذا المتعلق في الشارع حرمه مطلقا لو حرمه بشرائطه؟ بالشرائط إخوان الأعزاء، وهذا لابد أن يعين الفقيه، لا يقول بأنه وردت روايات قالت حرمة الموسيقى، وردت روايات قالت حرمة ماذا؟ حرمة الغناء. ليس الأمر كذلك. طبعا من حق الفقيه أن يقول لا، أساسا أنا أستنبط من الحكم الشرعي من النهي أن هذا العنوان ماذا؟ عنوان ماذا؟ عنوان محرم بأي مصداق كان وبأي نحو كان، إلا ما دل الدليل على خلافه على الجواز، من حق هذا. بس الآن نتكلم على هذا المنهج أن المتعلق لابد أن يتضح جيدا. مصاديق المتعلق، التفتوا جيدا ما تكلمنا فيه، مثال مصاديق المتعلق: يجب احترام الوالدين. شنو المتعلق هنا؟ احترام الوالدين. خب مصاديق الاحترام شنو؟ يعني إذا دخل والدك إلى المجلس وأنت ما قمت أمامه وما أجلست مجلسك، هذا خلاف الاحترام لو مو خلاف الاحترام؟ أحسنت، هذا يختلف من زمان إلى مكان. في مكان قد يكون عدم القيام إساءة وإهانة، كما الآن في مجالسنا إحنا إذا دخلت أنت مجلس وما قاموا لك شو تقول؟ يقول ما احترمون، صحيح؟ ولكن لعله في مكان آخر يكتفي بأنه يرفع شنو؟ القبعة مالته. مولا هذاك إذا ما رفعوا القبعة شنو؟ إساءة. إذن المصاديق من يعينها؟ المصاديق يعينها العرف، يعينها الشخص، يعينها أي إلى غير ذلك. هذا هم أمثلة مرتبطة بماذا إخواني الأعزاء؟ مرتبط بمصاديق المتعلق. فيما سبق ذكرنا أمثلة شنو؟ أمثلة الموضوع وأمثلة مصاديق الموضوع. هذه أمثلة ماذا؟ أمثلة المتعلق وأمثلة لمصاديق المتعلق. سؤال، في الحكم الشرعي شلون؟ الزمان والمكان يؤثر ولا؟ حكم الشرعي نفس الحرمة وعدم الحرمة، الوجوب وعدم الوجوب، نفس الحكم الشرعي قبل أن نصل إلى متعلقه وإلى ماذا؟ وإلى الموضوع وإلى مصاديق المتعلق والموضوع. في الوسائل المجلد 24 صفحة 111، عفوا صفحة 117، باب كراهة لحوم الحمر الأهلية وعدم تحريمها. العنوان واضح، ولكن انظروا الروايات الواردة في ذيلها. الرواية عن أبي جعفر وزرارة عن أبي جعفر أنهما، عن محمد بن مسلم وزرارة عن أبي جعفر أنهما سألاه عن أكل لحوم الحمر الأهلية، هل يجوز أو لا يجوز؟ فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن أكله. وروايات عدة عندنا شنو؟ نهى رسول الله. ولولا بيانات أهل البيت إحنا كنا نقول أنه ماذا؟ يحرم به. لماذا؟ لأن رسول الله حرمها. ولكن أهل البيت سلام الله عليهم بيّنوا لماذا نهى رسول الله، وإلا في كلمات رسول الله صلى الله عليه وآله ما جاء هذا البيان. قال نهى رسول الله عن أكلها يوم خيبر، وإنما نهى عن أكلها في ذلك الوقت. إذن الزمان شنو؟ إلى مدخلية، لأنها كانت حمولة الناس، وإنما الحرام ما حرم الله في القرآن. الحرام الذي لا يتغير ولا يتبدل، من وين جاي؟ الأصل هناك موجود.
وإذا وجدتم في كلمات النبي وأهل البيت تحريم أو وجوب، ابحثوا بأنه هذا مقيد مشروط مطلق، ابحثوا عنه. لا تتصورون أنه كل ما جاء في حديثهم على حد ما جاء في النص، ماذا؟ في النص القرآن. وهذا هو الأصل اللي احنا الآن بصدد إثباته وبيانه للإخوة. ينبغي أن نميز بين هذين النصين، النص القرآني والنص ماذا؟ والنص الروائي الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله وأئمة أهل البيت. وهذا هو الذي نفتقده في منهجنا المتعارف في حوزاتنا العلمية. نتصور أن النص الوارد عن النبي والأئمة على حد النص الوارد في القرآن، نعم أنا ما أقول كذلك، ولكنه لكل ماذا؟ لكل مقام شروطه. إذا استكشفنا أنه كذلك نقول بلي، حلاله حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة. وإذا وجدنا مقيد لابد أن نلتزم، كما هي الروايات تؤكد هذا المعنى. هاي رواية. الرواية الأخرى الواردة في الباب وهي الرواية السادسة عن أبي جعفر، ورواياتهم صحيحة السند إخوان. عن أبي جعفر قال: نهى رسول الله عن أكل لحوم الحمير، وإنما نهى عنها من أجل ظهورها مخافة أن يفنوها، لأنه بابا ذاك الوقت لعله غنم وإبل وكذا ما متوفر بذاك الشكل، فالناس ماذا يأكلون؟ ها؟ يأكلون الحمير، ما يبقى مولان العد حمول اللي يسوون مولان، الناس تروح تجي في مولان. وليست الحمير بحرام. ثم قرأ هذه الآية: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه. الأصل وين؟ هذا الأصل، وهو أنه لم ينهى عنه. رواية أخرى وهي الرواية السابعة: سئل أبي عن لحوم عن جعفر بن محمد قال: سئل أبي عن لحوم الحمر الأهلية، قال: نهى رسول الله عن أكلها لأنها كانت حمولة الناس يومئذ، وإنما الحرام ما حرم الله في القرآن وإلا فلا. هذا هو الأصل. رواية الثامنة، التفتوا جيدا، هذه بعد أساسا بحث آخر. احنا الآن نقول يجوز أكل لحم الحمار على ماذا؟ هذا بعد المشهور بيننا، ما هو شكل مشهور فقهنا. انظر ماذا يقول الإمام سلام الله عليه، قال: الرواية في عيون الأخبار كره أكل لحم، أن الرضا عليه السلام كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله عن محمد بن سنان: كره أكل لحم البغال والحمر الأهلية لحاجة الناس إلى ظهورها واستعمالها والخوف من فنائها وقلتها، لا لقدر خلقها وقدر غذائها. ولكن احنا الآن في أذهاننا شنو أكو؟ أكو قدارة في أكلها، مع أنه تصريح أكو في الروايات أنه لا، مو لهالجهة. إذا وجدتم الكراهة، الكراهة بسبب ماذا؟ خب الآن في زماننا مولانا، هاي الكراهة موجودة لو ما موجودة؟ خب ما موجودة، شنو وجدت؟ يكره مولانا. نعم، قد تروح أنت إلى في بعض المناطق الجبلية وبعض البلدان إلى الآن واقعا الوسيلة الأصلية للنقل والانتقال خصوصا في الجبال هي شنو؟ نعم الحكم ناكل. أما أنا في المدينة اللي لعله كل سنتين مولانا حمار واحدا ما أشوف ولا عندي علاقة به، هو يكره؟ هذا الكراهة منين جاي؟ شوفوا التفتوا، هذا المنهج اللي أنا دا الآن هي تجدون بأنه أصر عليه، أقول لا أعده فقيها، هذا الذي دا أشير إليه. وإلا أنت إلى الآن تجد في الرسائل العملية كأنه من العناوين التقليدية المتعارضة، أصلا لا تحتاج إلى بحث، وهو أنه يكره ماذا؟ ها؟ أكل لحم البغال والحمير وغيره، ما أنه أبدا. خلي لي مفتاح لي قوس، ترى ما دا أفتيها لا تقول تطلع فقط. الآن مولانا دا أبين البحث النظري، في مقام الفتوى له بحث آخر، له مقام آخر، رسالة عملية لها بحث آخر. بل لا لا لا، البحث مو أنه لماذا، أريد أقول بأنه البحث النظري مقام والبحث العملي مقام آخر، ينبغي أن لا يخلط. وكل العلماء هكذا، أنتم انظروا إلى التنقيح لسيد الخوئي قدس الله نفسه، انظروا إلى رسالة العملية، كثير مما أجازه هناك ولم يفتي أو كذا، ولكنه عندما جاء إلى الرسالة العملية صار عنده احتياط ماذا؟ صار عنده احتياط وجوبي. هسه لماذا؟ ذاك بحث آخر، الآن ما أنا مو بصدد بحث. ألا ما
أدري واضح هذا المعنى؟ إذن الروايات إخواني الأعزاء في هذا المجال فوق حد الإحصاء، فوق حد الإحصاء. وأنا بودي أن الإخوة يدخلون يقرؤون في الدورة لأقل وسائل الشيعة، ويكون في ذهنهم ماذا؟ هذه النكتة، نكتة الزمان والمكان والوقت والظروف والشروط. كن على ثقة، سوف يجد الإخوة مئات الروايات ماذا؟ بهذا الاتجاه. الآن احنا عندنا وقت كم دقيقة، أنقل لكم بعض الروايات بهذا الاتجاه بعنوان الفتاوى، ها، لا بعنوان الأبحاث الفقهية المفصلة الاستدلالية. من هذه الروايات إخواني الأعزاء في لحوم الأضاحي في منى، وهل يجوز حفظها لتوزيعها بعد ذلك أو لا يجوز؟ وهل يجوز إخراجها من منى أو ماذا؟ وهي مسألة عملية في زماننا هذا، يكون في علمكم مسألة الآن مورد خلاف بين علماء. في وسائل الشيعة إخواني الأعزاء كم رواية موجودة أنا أنقلها للإخوة، في المجلد 14 من وسائل الشيعة صفحة 168 عدة روايات، أنا أقرأ بعضها. الرواية الأولى عن محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال: قال إن رسول الله نهى أن تحبس لحوم الأضاحي، يعني في منى، ها، أن تحبس لحوم الأضاحي فوق ثلاثة شنو؟ أيام. خلص بعد الثلاثة لابد شنو؟ توزع. والرواية مطلقة بها قيد زمان ومكان وما أدري زين ومو زين وقابل للتوزيع أبدا، رواية مطلقة. يعني نحن لو كنا وهذا النص الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله كنا نقول بأنه يجوز حفظها أكثر من ثلاثة أيام في منى أو لا يجوز؟ لا يجوز. نهى أن تحبس لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام، هذا الرواية. انظروا للرواية رقم 4، الرواية عن محمد بن حمران عن محمد بن مسلم عن الباقر قال: كان النبي نهى أن تحبس لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام من أجل الحاجة، فأما اليوم فلا بأس. هسه لو هذا النص إحنا لو ما وصلنا لو ما صادر من الإمام، إحنا على المنهج القديم مقتضى النص الأول شنو؟ ها؟ القضية تعبدية، بابا احنا في الحاج وقضايا الحج كلها شنو؟ تعبديات. رسول الله هم قالت 3 أيام تحفظوها، يا رسول الله ما لقينا نصرفها شنسوي؟ والمهم تجد حفظها، ما تجد اكثر من 3 أيام يجوز حفظها. يا بعدنا الان ثلاجات نقدر نحفظها 30 يوم، نقدر نحفظها 3 أشهر، نقدر نحفظها 6 أشهر، هذه بعدنا احنا وين؟ في حفظها في منى، مو اخراجها ماذا؟ مو اخراجها من منى، بعد اخر ذاك اخراجها من منى، حفظها فوق 3 أيام. يقول 3 أيام بعد ذلك لابد شنو؟ توزعها، مو من حقك. ولكن انت اذا ضممت اليها رواية الامام الرضا سلام الله عليه فيما سبق، ها، انه بابا هذين القضايا مو تعبديات، مو هي انقيادات، وانما هي ماذا؟ هاي الاضاحي مو قضية تعبدية اراقة الدم. نعم فيه إراقة الدم، ولكن من وراء جنو سد حاجة الناس، سد حاجة الفقراء. قال: أنهى رسول الله أن تحبس لحوم الأضاحي فوق 3 أيام من أجل الحاجة، فأما اليوم ماذا؟ فلا بأس أن تحبس أكثر من 3 أيام. رواية 5، الرواية عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله الصادق عن حبس لحوم الأضاحي فوق 3 أيام بمنى. أخاف ذيك كانت مطلقات، هذا النيش يصير واضح بأنه أساسا مو هذيك مطلق الأضاحي، وإنما الأضاحي في منى. قال: لا بأس بذلك اليوم. هذه إشارة إلى ماذا؟ إلى نهي رسول الله، أنه لا يتبادر أنه أكو تناقض بين ما نقوله وبين ما قاله جدنا رسول الله. لا، ليس الأمر كذلك، في زمانه كان شيء وفي زماننا شيء آخر. إن رسول الله إنما نهى عن ذلك أولا لأن الناس كانوا يومئذ مجهودين محتاجين، فأما اليوم فلا بأس، ماكو حاجة. إذا أكو حاجة، طبعا أنا الآن ما أريد أقيس، فقط أريد أعرف تفهمون
تفهمون مذاق الشريعة، مذاق الشريعة. خب الآن مولانا تجي أخماس وحقوق في الحوزات العلمية، يجوز نخليها في البنوك مولانا وما نصرفها؟ لو لابد ليومها مثل أمير المؤمنين إذا ما كان ينظف بيت المال ما يروح للبيت مولانا، ياهو منه، ياهو منه. الجواب إخوان الأعزاء واقعا إذا أكو حاجة بين الناس، بين المؤمنين، بين الفقراء، بين الطلبة، مو من حقك أنه شو تحبسها. أما إذا ماكو حاجة بل من حقك أنه أنت تحبسهن بعضها على بعض حتى تأمن مولانا مال المرجعية 5 سنوات، هذاك بعد آخر، هذاك إلك، ماكو مشكلة، ما في مشكلة. إذن القضية مو قضية مطلقة يجوز أو لا يجوز، هذا يقول يجوز، ذاك يقول لا يجوز، لا مو هالشكل القضية، قضية مرتبطة ماذا؟ بحاجة الناس. فأما اليوم فلا بأس. رواية أخرى وهي من الروايات الواضحة، الرواية السادسة، قال أبو عبد الله الصادق: كنا ننهى عن إخراج لحوم الأضاحي بعد 3 أيام. ليش؟ لسببين، التفتوا جيدا، لسببين. كنا نقول أكثر من 3 أيام لا تحفظوها، لقل عن هاي الرواية في الإخراج، الإخراج هذه كانت الروايات ماذا؟ في الحفظ، التفتوا، لقلة اللحم. وبابا 4 حجاج هم جايين مولانا ما يتجاوز 20,000 نفر، واللي عندهم ماتين قدرة أن يذبحون ما يتجاوزون 500 نفر، هو 500 ذبيحة علماً منطيق وطبيعي، نقول بابا لا تحفظوا أكثر، لقلة اللحم وكثرة الناس، يعني وكثرة الناس شنو؟ المحتاجين. فأما اليوم في زماننا فقد كثر اللحم وقل الناس، هذه كثرة وقل يتضح أنه دي يتكلم في المحتاجين، وإلا يقينا اللي في زمان الإمام الصادق الناس هم مو أقل الحجاج من زمن ماذا؟ من زمن رسول الله، واضح هذا. إذا يقول الإمام كثر الناس قل الناس، يعني ماذا؟ أي ناس؟ الناس الذين يحتاجون إلى هذا اللحم، مو مطلق الناس. يقول: فأما اليوم فقد كثر اللحم وقل الناس فلا بأس بإخراجه. خب الآن يجوز له. إلى الآن المسألة قائمة مولانا، كونوا على ثقة، إلى الآن المسألة قائمة، وهي أنه بين فقهائنا والمشهور لعله بينهم أنه يجوز إخراجه أو لا يجوز. ولذا تجدون الآن في ذيك المناطق الدولة منعت أن يذبح ماذا؟ ها؟ في منى، يذبحون خارج منها، تجد مولانا إذا هذول إلى الآن هذول العقليات الكذائية إلا لابد وين يروح؟ ولو بالسرقة، ولو بالسيارة، ولو ما أدري، شايفين الإخوة اللي يعرمون إلا يذبح هناك ويتركه ويجنون، لأنه الذبح لابد وين يكون؟ القضية مو هالشكل مولانا، مو رياضيات إنه حتى 2 مولانا مصير 3، 3 مصير 2، هذه قضايا مرتبطة بإدارة الناس، بحاجات الناس، بالبعد المالي، بالبعد الفقري في الناس. ولذا النظرة إلى الفقه إخواني ضمن المنهج الأول شيء، والنظرة إلى الفقه ودور الفقه وعملية الاستنباط ضمن المنهج الثاني ماذا؟ شيء آخر. أنا ذاكر تقريبا فد 10 أبواب أخرى في الفقه، مختار من كل باب أبواب متعددة، يعني عندنا في باب إعطاء الدية، وعدنا في باب الفرار من الأمراض المعدية، وعدنا في باب إعطاء الزكاة لمن لا يعرف، وعدنا في باب العتق، وعدنا في باب التركة والإرث، عدة أبواب انتخبت، وإلا الروايات في أكثر الأبواب موجودة التي تميز، ولكن اخترت بعض الأبواب إن شاء الله تأتي، والحمد لله رب العالمين. سلام الله، صلاة الله، سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله، صلاة الله، سلام الله، صلاة الله، سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله، سلام الله، صلاة الله، سلام الله عليك.
عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله، صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله، عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله، سلام الله، صلاة الله سلام الله، عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.